موضوع المسرح أو ثقافة المسرح. نحن كشعب نحتاج إلى هذه الثقافة. المسرح هو منبر يستطيع تغيير العالم وبجدية أتكلم. يعني ما عم أحكي عن موضوع فانتازي، لا لا لا، الموضوع جدي تمام، وغير العالم من قبل وسغير العالم من الآن وصاعدا إن شاء الله. هلا اليوم شخصيتي هي شخصية ثورة. ثورة هي فتاة ريفية عندها كافيه بضيعة. بصراحة يعني هي محور المسرحية. ليش؟ لأنه شخصية ثورة شخصية هيك رجولية، يعني فيها رجولة أو فيها شهامة أكثر تقريبا من كل شباب الضيعة. دور الشاب يعني بيمثل أي شاب عنده طموح، أي شاب بيكون هو عم يعيش ضغوطات بالحياة، عم يعيش ضغوطات بشكل عام، يعني سواء من أزمات اقتصادية، من أزمات يعني سياسية، من أزمات كثيرة. الشاب اللي دائما عنده شغف الكتابة، شغف الفن، شغف الحب، شغف الحياة، اللي ما نوع عم يرضى، عم يحاول يعمل شيء بس ما عم يحسن يعمل، بنفس الوقت يعني هو عايش وجع بس هو مضطر يعني انه يتعايش مع هذا الوجع. انا اديت دور شخصيه، طبعا شخصيه الدوله هي اللي بتمثل براس البندقيه، الدوله الفاسده اللي هي بتشوف الغلط، بتشوف السرقات، بتشوف كسار كيف عم ينهب الناس، بتشوف الجرائم اللي عم تصير، وبنفس الوقت بيكون متعاون بالسر مع هاي العصابه. فطبعا بتراتب الاحداث بينكشف امره وبيحاول يركب الموجه. طبعا هو احنا بنورجي باخر المسرحيه انه هو صار مع اهل الضيعه وصار كذا، هو بالنهايه لا، هو بس ركب الموجه حتى ينفرد بريشه مثل ما بيقولوا. يعني الضيعة ما فيها عدل. انه انا اول شيء فتت واستنيت دوري، بعدين طلعت ومثلت دوري، كان حلو كمان دوري، ورجعت وبعدين استقبلت الجمهور وقلت لهم شكرا وبعدين اجيت. انا كمان صار ما حدا عم يدافع عن ارضه اللي هي ارضه. الصراحة سمعت إنه في مسرحية كتير حلوة ورح تنعرض عن حدا بده يدافع عن بلده، فأنا قلت لازم إني روح وشوف، لأن أول مرة كمان بروح بشوف المسرحية. بتحكي إنه هي ضيعة، إنه اسمها ضيعة الكرز، إنه هي ضيعة كلها هيك، إنه كتير فيها شجر كرز، وهي إنه في واحد اسمه كسار يعني كل يوم، يعني كل يوم بيقتل العالم بقى. يعني من الأخير هنا لقنوا درسهم هيك.